عارفين طبيعه انك تغادر بيتك في في لحظه الخريف والفيضان، البيت هايل او قايل للسقوط. لكن الحديث عن الخريف ما اول مره، 30 طوال 30 عام وبنتحدث دائما عن انه الخريف بياتي كل عام أسوأ من قبله. السلطه الرابعه كان عندها دور كبير جدا، الصحافه تكتب في كل عام ان الخرطوم تغرق وعدد من الولايات ايضا تغرق بسبب الخريف. هذا العام كان الوضع كارثي بصوره اكبر، يعني اثار الفيضان اللي كلنا شهدناها في عدد او في مناطق متفرقه من السودان. داخل الاستوديو للحديث ايضا عن هذه الاثار والخريف والفيضان معنا الكاتب الصحفي والاستاذ الصحفي حسين سعد. اهلا ومرحبا بك استاذ حسين، صباح الخير عليك. اهلا بكم. على يديك العافيه استاذ حسين، وزي ما شاهدت معنا الاوضاع الكارثيه ما بنقول في ولايه سنار فقط، في كل ولايات السودان، مساله تكرار هذه الاحداث يعني في كل سنه. طيب في الاول بناكد كامل تضامننا مع اهلنا في كل ولايات السودان المضررين من كارثه السيول والفيضانات. وصحيح انه هذه القضيه تتكرر كل عام. نعم. والصحف ووسائل الإعلام المختلفة تنبه الجهاز التنفيذي إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، ولكن لا حياة لمن تنادي. وده بيتفق معنا التصريح أيضا قالونا إدارة الدفاع المدني، أكدوا على أنه لابد من ضرورة سن تشريعات جديدة ومراجعة التخطيط القديم اللي خلى الناس سكنوا في مجاري الأنهار، ودي واحدة من المشاكل وتسبب فيها النظام البايت بعد ما دمر سبب رئيسي الريف ومصادر كسب العيش للناس في خارج العاصمه، وخلى الناس نزحوا جول الخرطوم وسكنوا في اطراف الخرطوم، في ناس تقعد في مجرسين ومناطق زراعيه باعوا الاراضي اللي موجوده في مجرسين. صحيح، وهذه مشكله كبيره جدا، حقه يجب ان تكون من اول الاولويات للحكومه الانتقاليه. نعم هي بتواجه مشاكل كثيره وبلاوي متلتلة، ولكن هذه قضية كبيرة جدا. أنا أتابع في الـ في الـ في النشر اللي قال الزميل السماني من سنجا، وأتابع أيضا المجهود الكبير اللي بيقوموا به الشفاتة والكنداكات اللي جانبهم اليوم، تحية ديل ما أخذوا نفس من الثورة والمواكب الداعمة للهياكل السلطة الانتقالية. لما جاءت الكارثة بتاعت السيول والفيضانات انطلقوا تاني من جديد وبحماس كبير وقبلها جدا. جائحة كورونا اللي كان الشباب برضو موجودين. صحيح يعني. وكانوا موجودين في كورونا. الملاحم الشكلة الشعب السوداني بكل شفاته وكنداكات هي كانت متقدمة، وللأمانة والتاريخ متقدمة على الجهاز التنفيذي. تدخلات الجهاز التنفيذي جاءت متأخرة جدا. إعلان حالة الطوارئ نعم هي خطوه كويسه، ولكنها جاءت طيب نتكلم عن الاسباب اللي خلت انه حتى الاعلان عن حاله الطوارئ متاخر، والتدخل المتاخر دائما للجهات المعنيه يعني في كل الكوارث اللي ممكن تحصل. يعني هي مفروض الجهاز التنفيذي فصل الخريف ده عنده مواقيت محدده، يعني ما حاجه تجينا يعني الليله وفجاه ما بيفاجئنا. نعم ما بيفاجئنا. نعم مفروض يكون عندنا يعني غرون استشعار وتحوطات مبكرة عشان ما نحن نتلافى. صحيح قد نرجد العذر للجهاز التنفيذي إنه خاشي في قضايا كثيرة على رأسها، مسألة السلام ومعالجة الوضع الاقتصادي ومعالجة قضايا بتاعت خراب كثيرة جدا. نعم. ولكن دي قضية مهمة جدا، إذا نظرنا أكثر من 102 زول توفوا بسبب والاعداد زايده يعني في كل يوم سيول الفيضانات، اكثر من 5000 راس من الماشيه يعني نفقوا. نعم. اكثر من 40000 منزل تاثر التاثير كلي او شامل. هذه كارثه. وايضا يعني التقرير الممتاز اللي قاله زميلنا السماني، التحذيرات اللي يعني اول مناشدات للناس اللي هن في ولايه سنار. نعم. انهم يطلعوا من منازلهم، يعني الناس حيمشي في العراء. دي واحدة من المشاكل. الآن وأنا جاي عليكم هنا برضو كنت أتابع في الأخبار في تحذيرات من الانهيار الكوبري الخياري. نعم. وده بيربط ما بين ولاية القضارف وولاية الخرطوم أو ولاية الجزيرة. هذه واحدة من المشاكل. بالأمس أيضا انهار واحد. هل هي مجرد تحذيرات فقط ولا متوقع؟ إذا متوقع فعلا المفروض يغلقوا الكوبري تماما، ما يحذر ويخلوا المواطن يعني يعبر الكوبري، دي تبقى كارثة. نعم صحيح صحيح، لكن يعني ده بيربط ما بين ولاية القضارف ولاية كسلة وبيربط ولاية الجزيرة وسنار والخرطوم. هي مدينة الخياري مدينة كبيرة ومدينة تاريخية. نعم. لكن نحن نقول انه الجهاز التنفيذي في اوجه بصور،
نحن نقدر حجم المجهودات التي بذلت بعد ما تشكيل إعلان حالة الطوارئ. نعم. نحن بتواجهنا مشكلتين. الأسبوع الجاي حتيجي امتحانات الشهادة السودانية. عدد كبير جدا من مراكز الامتحانات ومن المدارس غمرت المياه. نعم. وبعضها انهار. نعم. هذه واحدة من المشاكل. المشكلة الثانية وزير الزراعة المكلف أكد على أنه في مساحات زراعية تضررت ونحن إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور. الشهر الجاي أكتوبر ونوفمبر مفروض يكون في عمليات الحصاد للعروة الصيفية. نعم. دي حتهدد عمليات العروة الصيفية بإعلان حالة الطوارئ، ودي واحدة من المشاكل. إذا كان من يعني مبكرا تم إعلان حالة الطوارئ الجهود الرسمية، والتحية من هنا للقطاع الخاص. نعم. والجهود الشعبية هي تقدمت علينا. أيضا مجلس الوزراء بالأمس في جلسته ناقشت السيدة وزيرة الرعاية الاجتماعية رئيسة. نعم. اللجنة بتاعة الطوارئ الأستاذة لينا الشيخ، قدمت تقرير حول الأوضاع بتاعة سيول الفيضانات، وأشارت إلى أن اللجنة محتاجة لدعم إعلامي، وما تقوم به قناة الشروق عمل كبير جدا، لكن ده أيضا فوق للإمكانيات بتاعة البلد. نعم. ودي واحدة من يعني اللي غادة نتمنى أنه يستمر ويستمر أكثر. أكيد هو دور الإعلام عموما سواء كان قناة. نعم. الشروق أو كل الجهات الإعلامية من الإذاعات والتلفزيونات المختلفة، لأنه هو ده دوره وده وقتها يعني. أستاذ حسين. نعم. أستاذ حسين، يمكن تذكرت قبل شوية أنه يعني عدد من المنازل، مش المنازل عفوا، المدارس تدمرت بالكامل، لكن وزارة التربية والتعليم تصر إصرار قاطع على بدء العام الدراسي. كيف تقرأ يعني هذا القرار بأنه لابد من بدء العام الدراسي في 27 من خصوصا أنه أنا الممتحنين أنا معلش منذر الممتحنين يمكن يعني العامل النفسي لهم بالنسبة لهم مهم، هم صح. حتى بسبب تأجيل الامتحان أكثر من مرة تأثروا نفسيا وأصروا على أنهم يمتحنوا. إذا قلنا أن الممتحنين شهادة ثانوية يمتحنوا، لكن المدارس هل ده وقتها فعليا لأنه بدء العام الدراسي في ظل ظروف كارثية في السودان؟ نعم، حقيقة وزارة التربية والتعليم اليوم عندها مؤتمر صحفي بشأن امتحانات الشهادة السودانية، وقد تطرق لهذه المسألة، ولكن من خلال متابعتنا هذا العام شهد العديد من الكوارث ومن الجوائح، على رأسها جائحة كورونا. نعم. ودي أثرت تأثير كبير جدا، وخشت وزارة التربية والتعليم في تحدي كبير ونجحت في إدارة المعركة بتاعت امتحانات الشهادة، شهادة المرحلة الأساس. نعم. ولكن هذه الامتحانات في الأسبوع الجاي. نعم. بتواجهها تحديات كبيرة جدا، لأنه الامتحانات مفروض تمش لولايات أصلا متضررة، ومفروض تمش لقرى اتمسحت بها المياه. نعم. انا اعتقد انه المؤتمر الصحفي الليله بيوضح الصوره الحقيقيه بالنسبه لنا. نعم. واذا نظرنا على المستوى الاقليمي والعالمي، يعني انا تابعت جمهوريه مصر العربيه ارسلت 3 طائرات. نعم. للسودان، حتى وزيره الصحه يعني. نعم، وزيره الصحه. ويعني الطائرات دي جابت اكثر من حوالي 42 طن من المساعدات الانسانيه والايوائيه. نعم. وكذلك الامارات. تابعنا ايضا، ودي حقه، نحن في اوجه قصور. سفاراتنا في خارج السودان ما عدا سفاره السودان في واشنطن سعاده السفير نور الدين ساتي، وجهوا نداء لمنظمات المجتمع المدني، للمنظمات الدولية والعالمية، إنها تغيص تقدم المساعدات للشعب السوداني. وكذلك بعثة السودان الدائمة في الأمم المتحدة في جنيف. نعم. أيضا هي وجهت. ولكن إذا نظرنا لم أسمع عن الاتحاد الأفريقي أو ممثليننا في الاتحاد الأفريقي. نعم. بشأن هذه الكارثة، ولم أسمع عن بعض السفارات. هذه أوجه بتاع قصور كبيرة جدا، وهنالك بعض الناس أيضا يعني يوجه انتقادات للمؤسسات الإعلامية الرسمية. نعم. المؤسسات الإعلامية الرسمية، ولأنه حجم الكارثة كبير جدا، مفروض تتسيد كل نشرات الأخبار وكل القطاعات الكبيرة تهتم بهذه القضية، لأنه نحن ناسنا في الولايات ديل حصل عليهم يعني الظلم ظلم الحسن والحسين. صحيح. ظلموا من النظام البائد إنه هجرهم ويعني دمر لهم وسائل كسب عيشهم، وأيضا تسبب مرة نحن لما جاءت حكومة الانتقالية مفروض من بدري تنتبه لقضاياهم وتبدأ في معالجة الخراب ده. صحيح. نعم.
صحيح يعني قد نشاهد بعض الولاية داب يعني ما استلموا يعني وبدوا في مجهودات زي والي الجزيرة. نعم. يعني خطوات يعني هي ومجهودات قد نكون راضيين عنها. نعم إيجابية. أيضا متابع والي سنار يعني يقوم بمجهودات أكبر من طاقته. وكذلك في أبو حمد نحن عندنا مناطق انهار سد ترابي عملوها هنا في منطقة الباقير في قرية في قرية الباقير في محلية وحدة الشريك في أبو حمد. انهار الجسر الترابي والمياه طمرت القرية بأكملها. نعم. هذه واحدة من المشاكل. وعشان كده المجهود والملاحم الشعبية عبر عنها الفنان حمد الريح. نعم. عجبوني ولاد السراري وترس البحر بالطوارئ. ده كان متقدم على السلطات التنفيذية والحكومية. نعم. طيب خلينا نتكلم عن المجهود الشعبي بالتفصيل وعن دور المبادرات والمنظمات المجتمعية والخيرية في الفترة دي بالتحديد في الوقوف مع أهالينا المتضررين. والله للأمانة لابد أن نشير بالمنظمات المجتمع المدني. نعم. كانت متقدمة. نعم. وعلى رأسها نفير. نفير وعلى فعلا. رأسها القطاعات النسوية. نعم. والتحية من هنا عبر مشاهديننا للكنداكات. نعم. وللشفاتة دي قدموا ملامح كبيرة جدا وينخرطوا ويعني لو متابع في مواقع التواصل الاجتماعي يعني الناس بتوجه مناشدات وتلهب الحماس لأنه الناس يتصدوا للنيل في واحدة من المناطق ودي ملامح كبيرة جدا لابد من يعني يعني تسليط الأضواء عليها. نعم. نعم. لما يأخذنا للمجهودات الشعبية بنتكلم حاليا عن المجهود الشعبي ماذا يعني أو كيف تقرر المجهودات الشعبية في ظل الظروف الكارثية في السودان للأمانة والتاريخ نحن في أوضاع يعني. اقتصادية طاحنة ولكن شعبنا العظيم ده قدم ملامح من الجسارة. نعم صحيح. يعني وقدم تضامن كبير جدا وشفنا في بعض الصور اللي بيصوروها غير الناس المحترفين زي زميلنا ده. نعم. بتلقى صور معبرة جدا عن زول بيته ينهار شايل له سرير ولا انبوبة غاز وهو خايد في الوحل والطين. نعم. ودي كلها ده مجهود والابتسامة تحتلي وجهه. نعم. صحيح يعني صحيح. ده صور. نعم. عبرت العالم اجمع. نعم. يعني كل. نعم. الفنانين العرب. صحيح. كل النجوم كل يعني الشخصيات المؤثرة في السوشيال ميديا تحديدا أخذت هذه الصور وتم حتى رسمها بالألوان وأصبحت هي أيقونات. نعم. الآن على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كان هي بتحدث عن مجهودات شعبية غير إنه برضو خلينا نسلط الضوء على أنت ذكرت العامل النسوي والدور النسوي في درء الكوارث نساء بلادي كان عندهم دور عظيم جدا أمام التروس ومناطق الفيضانات أو المناطق المتأثرة بالفيضان كانوا بيجيبوا الغداء صينية الغداء والشاي والقهوة لكل المرابطين أمام النيل عشان يكونوا هم يعني حاضرين للسد او صد النيل من انه هو ما يكسر او يدخل لاي منطقه ايا كانت صور كانت وملامح كانت يعني جميله في شكل المراه السودانيه وشكل انسان السودان الشهم ودوره في بلاده يعني والله للامانه والتاريخ ايضا الدور اللي قامت به المراه السودانيه دور كبير جدا مش في الكارثه بتاعت السيول والفيضانات ولا حتى في الثورات والانتفاضات في السودان حتى على مستوى التربية الأطفال في البيت والخدمة. نعم. أنا زول من الجزيرة وبعرف الدور الكبير اللي بتقوم به المرأة سواء كان في الزراعة أو في إنها تجيب الموية من الترع أو من القنوات الغير رسمية ولكن الدور ده لما نجي في ظل النظام البائد أو حتى هنا في حكومتنا الانتقالية دي لم تأتي المرأة حقها كاملا عشان كده نحن بنواصل الضغوط لانه لابد من انه الناس ينظروا للمجهود الكبير اللي قامت به المراه وشفنا نحن برانا كل. نعم. الناس وكل الشعب السوداني شاف خلي في التاريخ البعيد وفي الحركه الوطنيه بس في ثورتنا الاخيره دي الدور الكبير بتاع الكنداكات اللي كان بيلهبنا والزغروت اللي كانت بتنطلق الساعه واحده كانت مميزه جدا في. نعم. في 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 الثوره السودانيه وايضا في الصور اللي اشارت لها الزميله في كارثه السيول والفيضانات ده دور كبير جدا يجب ان يكون هذا الدور يعني مقارنه لاكتمال هياكل السلطه الانتقاليه نضع ده في حساباتنا ويجب برضو انه نحن الاسبوع الفات شهدنا او تابعنا توقيع اعلان المبادئ بين الدكتور. نعم. عبد الله حمدوك رئيس الوزراء والقائد عبد العزيز ادم الحلو في اديس. نعم. ابابا وايضا اتفاق السلام في جوبا. نعم. دي بشريات ممكن هذه بشريات. نعم. نتمنى ان نرى في السلام وتداعياته قضيه المراه تاخذ الاولويه وده
مننا نحن مش يعني ده واجب مستحق للمرأة السودانية. وده بيخلينا نحن نمضي للأمام في الفترة الجاية. أيضا تابعت الأسبوع في الأسبوع ده كان في مؤتمر صحفي بخصوص المؤتمر الاقتصادي القومي. نتمنى أن نرى في قطاعات المؤتمر الاقتصادي التزعة دي وورشه القطاعية تكون في أوراق أو جلسة خاصة عن دور المرأة في الاقتصاد ورؤية لده. وأيضا نتمنى أن نرى في الإعلام، أنا زميلتنا أنا في قطاع الصحافة الكنداكات السودانيات هم عددهم أكثر مننا وهم بقوموا بدور في الإعلام أكثر مننا، يا سلام. لكنهم مظلومات في الهياكل القيادية في الصحف وفي أجهزة الإعلام ما قاعدين نشوفهم كثير. صحيح. وإذا رجعنا بالتقارير التقارير الرسمية والرؤساء الصحف بنلقى إنه رئيس التحرير واحد أو اثنين. جميل. ده طيب. كان سابقا إحنا الآن دايرين ننهض بدور المرأة العظيم في كافة المجالات. يمكن كان زي ما ذكرت دوره كان مهضوم لسبب أفكار سياسية أو معتقدات يعني بتظلم المرأة كثيرا. إحنا إن شاء الله في العهد الجديد بعد ما ننهض ونقوم من هذه الكارثة المرأة هيكون دوره كبير وعظيم جدا من أجل البلاد أولا ورفعة البلاد. نعم. من قلبي سلام للخرطوم، ممكن يكون هو كان ترند يصدر في عدد كبير جدا من الدول المختلفة وعدد كبير جدا من الفنانين والمشاهير والناس اللي بيحبوا السودان. يعني الترند ده كان على صفحاتهم سواء كان في تويتر فيسبوك وإنستغرام وكل مواقع السوشيال ميديا المختلفة. يعني أستاذ حسين خلينا نتكلم عن الدور المجتمعي للنجوم العالميين في وقفتهم، يعني وحتى رؤساء الدول اللي كتبوا على مواقعهم الشخصية والدافع المعنوي أكيد للسودانيين كشعبا وحكومة. نعم، أنا تابعت هذه الحملة الإعلامية الشعبية من بعض الفنانين والشخصيات القومية وقيادات المجتمع في الدول دي، حملة غيث السودان. وده تأكيد على حب الفنانين من خارج السودان للشعب السوداني. صح. لأن الشعب السوداني قدم ملحمة وقدم ثورة تاريخية، فالناس دارين يشوفوا. يعني نحن يعني خطونا خطوات لكنها مترنحة بفعل الصدمات وفعل الخراب، ودارين يخلوا السودان يجيب على حيله، والسودان قطع شك ونحن على يقين انه هيجيب على حيله ان شاء الله. ولكن ده محتاج مننا لانه يتم استعدال اوجه القصور بتاعت الجهاز الاعلام الجهاز التنفيذي في المقام الاول، وانه تمشي معانا الحجل بالرجل الاجهزه الاعلاميه الرسميه. زي ما انتم الدور الكبير اللي بتقوم به وبيقوم به الاعلاميين سواء كان في الصحافه الورقيه او الاعلام البديل، عشان نقدر نعبر ونعمل المعالجات الاعلاميه للدور اللي بيقوموا به الشفاته والكنداكات في التصدي للكارثه. نعم. طيب استاذ حسين، ماذا عن المجتمع الاقليمي ودوره؟ حقيقه المجتمع الاقليمي يعني تابعت وصول الطائرات المصرية والأماراتية والرسائل التعزية التي وصلت لقيادات الجهاز التنفيذي والمواساة من بعض الدول. ولكن على المستوى الإقليمي على المستوى الإقليمي على الدول الأفريقية هنالك يعني في قصور طب لماذا هذا القصور؟ يعني حقيقة هذا القصور قد يكون عنده علاقة في ظل النظام البائد اللي كانت في شبه قطيعة. احنا كنا في عزلة تامة من محيطنا العالمي والإقليمي. والآن بدأنا الجهاز التنفيذي أوفد بعض السفرة، والمثال قبيل قلت السفير نور الدين ساتي في واشنطن واجتمع بالناس وعمل نداء بتاع إغاثة أيضا في بعثة السودان في جنيف. ولكن كنا نتمنى على الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي إنها تمشي الخطوات دي عشان تستعدل الصورة بتاعتنا كلها، لأنه نحن مواجهين بتحدي وبحاجة عاجلة اللي هي امتحانات الشهادة السودانية وعمليات العروة الصيفية. وزي ما قال وزير الزراعة المكلف إنها دي ألحقت السيول الفيضانات ألحقت أضرار كبيرة بالموسم الصيفي. نعم، الزميل الصحفي حسين سعد شكرا لك وشكرا لتلبية النداء وللرسائل اللي أكيد وصلت لكل مشاهدي قناة الشروق. شكرا لكم، الله يديك العافية. شكرا جميل.